مساء الخير جميعا، وبنشكركم جميعا للانضمام لنا على هالحلقة الويبينار يلي هي عن اطلاق منصة بوابة المعرفة العراقية The Iraqi Knowledge Portal تحت اشراف مركز الفهرسة والنظم المعلومات التابعة لمكتبة العتبة العباسية. رح دغري ندخل بالموضوع تما نطول عليكم. اول شيء في عنا بعد التعليمات تفاصيل نناقشها معكم. في عنا أول شيء سيتم تسجيل هذه الندوة بما في ذلك الأسئلة والأجوبة، سيتم نشر التسجيل على موقع إفلا وحسب الليسترف تبع المينا ريجينال ديفيجن، رح نحط كمان اللينك هونيك ونعلمكم أنه التسجيل صار على الويب سايت. نعلمكم أنه تم صوت الميكروفونات وإيقاف تشغيل الكاميرات خلال الندوة. الأشخاص الوحيدين راح يكونوا ميكروفونات تحت حكم هن المتكلمين. سيكون مجال متاح للأسئلة عند نهاية الندوة. الأسئلة والتعليقات رجاء كتابة في مربع دردشة الشات أو الأسئلة والأجوبة Q&A on the side. ويمكن التصويت للأسئلة التي تجدها شيقة بشكل خاص سنمنحها الأولوية بالشات بوكس. إذا كنت ترغب في طرح أسئلتك شفهيا فسيتم تشغيل الميكروفون والفيديو عند الطلب برفع الأيد إذا ممكن. في هذه الحالة تكون قد وافقت على تسجيل مداخلتك التي سيتم نشرها على موقع الإفلا، وهالأمور كلها متعلقة بالبرايفسي حسب الاتحاد الأوروبي ولازم نلتزم بالموضوع لأنه إفلا مركزها الهيد كوارترز تبعها هي بأوروبا. راح أول شيء دكتور عماد بشير التشير تبع المينا ريجينال ديفيجن بالإفلا راح يبلش الكلام ويبدأ الويبينار. تفضل دكتور عماد. شكراً رندا، مساء الخير جميعاً والسلام عليكم. أنا لن أطيل، فقط يعني كلمة ترحيبية بالحضور الكريم وبالمشاركة من الزملاء دكتور جبالة وأستاذ حسنين والسيد حسنين. حقيقة يعني أرحب بكم طبعاً في هذا اللقاء الجديد الذي يضاف إلى مجموعة اللقاءات التي قامت بها لجنة إفلا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ انطلاقتها في أيلول 2021. حقيقة يعني أهداف هذه اللجنة باتت واضحة وتحدثنا عن هذا الأمر في أكثر من لقاء، وقمنا بمجموعة أنشطة ضمن أهداف محددة مسبقا، ربما أهمها هو يعني إعلام العالم والزملاء المنتمين إلى المؤسسات المكتبات والمعلومات العالمية في هذه المنظمة الدولية وفي كل المؤسسات المعلومات يعني عالميا عن التواجد العربي وعن الإمكانات العربية الموجودة وعن إمكانية إسهامنا في هذه المعرفة بالعالم من خلال تقديم ما تمتلك مكتباتنا وما نمتلك يعني من وثائق ومعلومات تضيء على تاريخ هذا العالم وعلى حضاراته وعلى إسهامات بلداننا العربية والإسلامية بشكل عام. نحن يعني كلجنة ضمن إفلا معنية ببلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نرحب بأي جهد وبأي نشاط يضيف إلى موروثنا الفكري وإلى معرفتنا وإلى مؤسساتنا. كل جهد نحن يعني نتبناه ونحن نؤكد عليه وندعمه بما تيسر، وهدفنا في منظمة إفلا أن نتيح المجال إلى كل هذه المؤسسات المعنية بالمكتبات والعاملة في قطاع المعلومات إلى أن تظهر ما لديها وأن تثبت في مجتمعاتها وتشير وتوضح إلى أنها في أساس هذه المجتمعات. لعله أهم يعني كلمة أو مصطلح خلال هالفترة الماضية يعني خلال السنتين الماضيتين اللي بدأت اللجنة عملها فيها، إنه أكثر كلمة ربما نستطيع يعني أن نأخذها ونجعلها من الكلمات والمصطلحات الثابتة في حياتنا الأكاديمية والمهنية والعملية في قطاع المعلومات والمكتبات
أن هذه المكتبات ومؤسسات المعلومات هي مؤسسات مستدامة، وهي مستدامة باستدامة مجتمعاتها، بل هي في عمق وأساس هذه الاستدامة بمختلف القطاعات الموجودة يعني ضمن بلداننا. لذلك عندما نتكلم عن أهداف التنمية المستدامة وأجندة الأمم المتحدة وعن دور المكتبات في كل الأهداف 17 يعني من دون أي تمييز بينهم، نحن نشير إلى أهمية المكتبات يعني واعتبار هذه المكتبات مؤسسات مستدامة في مجتمعاتها. الحقيقة أنا بالأمس بعدني عائد من مشاركة في مؤتمر أميكال اللي هو خاص بالمكتبات الجامعية التابعة للجامعات الأمريكية خارج الولايات المتحدة. والله كان فهرس يعني، كان في متحدثين رئيسيين من الناس اللي بتنبؤوا بأمور المستقبل فيما يخص العمل بالمعلومات وفي مجال المؤسسات، وخصوصا مع التطورات التقنية التي نواجهها الآن ونعيش معها. يعني الحقيقة المستقبل يشير يعني إلى إشراقات على مستوى العمل في مؤسسات المعلومات وفي المكتبات على اختلاف أنواعها. يعني قد تتغير الأدوار أو الأسماء أو طرق التعامل مع المعلومات أو طرق الوصول إليها، إنما يبقى الأساس أنه لا يمكن للمجتمعات باعتمادها على المعلومات أن تنضبط من دون مؤسسات مكتبات توثق ما فيها وتعطي الشرعية وتعطي التصديق على كل ما يمكن استخدامه في العمل البحثي والأكاديمي وفي تنوير المجتمع وفي رفع وعي الناس. أنا فقط أريد يعني أن أشير أنه أي عمل نحن نشجعه وأي إطلاق لأي موقع وأي مؤسسة نقدره. وبالأمس كانت منصة مجتمع المعرفي العربي، نحن رحبنا بهذا العمل ونرحب فيها، واليوم نحن أمام عمل أيضا من نوع جديد ضمن قطاع لام الذي يرتبط بالمكتبات والمراكز الأرشيف والمتاحف، والذي يتعاطى في جميع أنواع الوثائق. يعني ما بيخطر وثيقة على بالنا إلا نلاقي أنه هذه المنصة سوف تتعامل معها أو ستفرد لها مجالا لمعالجتها ولتوفيرها للمستفيدين وللناس. الحقيقة نحن يعني مركز الفهرس ونظم المعلومات التابع لمكتبة العتبة العباسية له باع طويل في العمل المكتبي أو في عمل المكتبات، وله سمات كثيرة على مستوى معالجة المعلومات، ويشهد له بذلك في أكثر من مجال، والتزامه بالمقاييس العالمية والعمل على توحيد الوصول إلى هذه المعلومات من خلال توحيد يعني مفاتيح، من خلال توحيد المداخل سواء كانت موضوعية أو اسمية وما إلى ذلك. أنا أرحب بالجميع، وأنا أيضا وجهنا الدعوة لزميلنا الدكتور عماد قبلله لأن يقدم يعني لهذه الإطلاقة بتقديم عن المعرفة وأهميتها، ونحن يعني نشكره على قبول هذه الاستضافة، ونشكر أيضا السيد حسنين الموسوي على اختياره لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إفلا لإطلاق هذا المشروع الذي سوف يأخذ مداه أكثر خلال خلال المؤتمر السنوي للإفلا الذي سينعقد في روتردام في هولندا، وسيكون لمركز الفهرسة ونظم المعلومات مشاركة في الندوة التي ستقيمها لجنة إفلا، لجنتنا يعني لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المؤتمر. أنا أرحب بكم جميعا الحضور الكريم، وأشكر يعني وقتكم، وأعرف يعني ربما انشغالاتكم كثيرة، وهلا مساء يمكن الواحد بيكون عائد من عمله يحتاج إلى أن يرتاح، فإن شاء الله إطلاق هذه المنصة يدخل السرور إلى قلوبكم جميعا، وأنا أعرف أنه أي عمل في هذا المجال يدخل السرور إلى قلوبنا
باعتبارنا رواد نهضة ورواد معرفة، ولا ننسى أننا نتكلم عن العراق وما أدراك ما العراق. وأنا سأترك الكلام عن الموضوع لأهل العراق الذين يعرفون ما هو العراق وما هي ثرواته الفكرية والتراثية أكثر من غيرهم. شكرا لكم جميعا، وأشكر زميلتي ندى، زميلتي رندا على التحضير إلى هذا الأمر، أتعبناها معنا كثير، وشكرا لكم وأهلا وسهلا فيكم. شكرا دكتور بشير. رح نبلش هلا أول شيء مع دكتور عماد جاب الله، هو أستاذ في جامعة الشارقة في التوثيق وإدارة المعلومات، وأهم من هيك هو مسؤول عن البرامج المهنية والجوائز في مكتبة الشارقة العامة. أهلا وسهلا فيك دكتور جاب الله، بليز تفضل الكلام لك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا دكتورة رندا، شكرا بروف عماد، مرحبا بكم جميعا، شكرا للحضور الكريم. ملمحين رئيسيين في هذا الإطلاق بتواجد اللجنة الفرعية لشمال إفريقيا للشرق الأوسط وشمال من الإفلا، وده يبعث على السعادة الكثيرة لأن تكون اللجنة موجودة وحاضرة كدور أصيل لها وباستشراف أدوار أخرى. الملمح الآخر يتعلق بإطلاق منصة المعرفة العراقية، والأساس فيها أن هذا العمل حتى ينضج ويستوي على سوقه كما يقولون لابد له من ممارسات ومجهود كبير للغاية عبر سنوات عدة، ونحن رأينا جهود المركز وجهود مكتبة العتبة العباسية منذ عشرات السنين وربما 15 عاما، ونحن نسمع عن أنشطة متميزة تنسب لكل العاملين فيها وتنسب كإنجاز معرفي. الملمح الآخر وقد أشار إليه بروف بشير يتعلق بأن هذا الإطلاق جاء من العراق الحبيب وأحد المرتكزات الثقافية العربية الأساسية حتى في التخصص، ومن ذا الذي لا يذكر العظام الذين معنا أو الذين تركونا ورحلوا عنا، وأنا على المستوى الشخصي أتذكر بكل التقدير عشرات السنوات أو يعني أكثر من 10 سنوات من المعرفة بالراحل العظيم الدكتور جاسم جرجيس. نحن سوف نتحدث في هذه العجالة عن منصات المعرفة ودورها الرئيس في تعزيز مهام مؤسسات الذاكرة، وعجبنا أوي مصطلح لام وإن كان لم يكن متداولا بالنسبة لي. هذه الضرورات الأساسية لمنصات المعرفة وارتباطها بمهام مؤسسات الذاكرة، كلنا يعتقد أن المهام والأهداف قد تغيرت، ولكن الأصل الثابت هو أن أهدافها ووظائفها الأساسية واحدة ولن تتغير، فوظائف الجامعة ووظائف التنظيم ووظائف الحفظ ووظائف الإتاحة سوف تظل، وسوف يكون المتغير الوحيد هو في أشكال الدعامات المادية للمصادر والوظائف والاحتياجات المتباينة لمجتمعات فيما يتعلق بالمعارف. الضرورة الإنسانية والمجتمعية هنا تنبع من أن البشر بصفة عامة لابد لهم من قوامة أساسية لحياتهم تتمثل في المعرفة، فمن ذا الذي يستطيع أن يعيش بدون معلومات أو بدون بيانات أو بدون معرفة أيا كان مستواه وأيا كانت شكله. وسائل البث أصبحت كثيرة للغاية ومتعددة، ولكن تبقى مؤسسات الذاكرة المتمثلة في المكتبات والأرشيفات كحوافز وحواضن للذاكرة البشرية وسجلات المعرفة البشرية هي الأصل في هذه النوعية من البيانات ذات الوثوقية ذات التنظيم الجيد. وأنا على يقين بأن المستقبل بالرغم من تحدياته يحمل لنا الكثير من الخير إذا ما أحسننا إعداد أنفسنا في مؤسسات الذاكرة. منصات المعرفة لها ضرورة معرفية تتعلق بالتكامل المعرفي. يعني مؤسسات الذاكرة بالشكل ده هذه الحدود التي بنيناها للتفرقة بناها هي حدود هلامية، لأن الوظيفة كما قلت تبقى واحدة وهي حفظ سجلات المعرفة البشرية. إذن فالتكامل المعرفي أيا كانت المصادر ميزة أساسية تتيحها منصات المعرفة بهذا الشكل. إذن هناك ضرورة معرفية. الضرورة التقنية هنا يجب أن يرسخ في أذهاننا أن كل ما فكرنا فيه من وصول تقني على مستوى المستقبل سوف يحدث لا محالة،
لأنه طالما فكر فيه بين البشر سوف يكون له وجود على أرض الواقع، وإلا لكان هناك الحجم، يعني بتطبيق مقولة ولا خطر على قلب بشر. فطالما خطر على قلب بشر فهو آت إلينا، لكن يجب أن نستعد له استعدادا جيدا فيما يتعلق بالوعي الكامل والإيمان الكبير بضرورة وأهداف ووظيفة مؤسسات الذاكرة بصفة عامة. ونحن في هذه الممارسة نحو إنفاذ وإطلاق منصات المعرفة بهذا الشكل لابد أن يكون هناك عمل كبير على مستوى الأدوات الفنية والأدوات. هنا لا أتحدث عن إطلاق أدوات فنية وتبنيها وتنفيذها فيما يتعلق بالوصف، فيما يتعلق بتحليل المحتوى، فيما يتعلق بالإتاحة. وربما كان التحدي الأكبر هو في عملية التكامل فيما يتعلق بقولبة عرض المحتوى، يعني هذا الكم الهائل والأشكال المختلفة من الدعامات المادية لمصادر المعرفة ومصادر المعلومات في منصات المعرفة لابد أن تنصهر في قوالب ثابتة، لابد لها من معيارية معينة حتى يكون وصولها بشكل منضبط. ونحن في هذه المسيرة أيضا لابد من أن نبني خبرات وكفاءات. التحدي الآن الحقيقي لدينا كمتخصصين أساسيين، ما هي الكفاءات وما هي الكفايات وما هي المهارات الأساسية اللازمة للتأهيل، وهل التأهيل يأتي من مدارس التأهيل المعتبرة أم من ممارسة ميدانية حقيقية على أرض الواقع؟ في الحقيقة ده تحدي كبير جدا، وإحنا بنشوفه كل يوم فيما يتعلق برصد الفجوات المعرفية فيما يتعلق بالكفايات. تطبيق وممارسة إنشاء منصات المعرفة وتفعيلها وتطويرها وقياس أثرها كفيل بأن يبني منظومة من الكفاءات والمهارات المنضبطة التي لابد من توريثها. وأنا قلت في البداية أن وجود اللجنة الممثلة للإفلا في الشمال الإفريقي وفي الشرق الأوسط هنا هي وكأنها القوة الضابطة التي من الممكن أن يكون لها الذراع الطولة في هذا التوجيه فيما يتعلق بالتقييم، فيما يتعلق بالنشر، فيما يتعلق بفرض التكامل، فيما يتعلق بالإعلان والتواجد في كل المحافل. بروف بشير كرئيس للجنة قال نحن متواجدون في كل ما يعزز مهمة مؤسسات المعرفة ومؤسسات المعلومات ومرافق المعلومات، أو كما أطلق عليها لام. إذن فاللجنة لها دور أصيل فيما يتعلق بضرورة الإتاحة والوصول، ودي إشكالية كتيرة جدا احنا نتحدث كثيرا وكلنا متخصصون أو منخرطين في المجال فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وفيما يتعلق بحقوق النشر وفيما يتعلق بالخصوصية، ودي إشكاليات كبيرة جدا بدأنا نجد لها حلول تقنية وحلول تشريعية كثيرة للغاية. لكن ما الذي نفرضه في التطبيق؟ يعني إذا كنا نتحدث عن منصات معرفة فنحن نتحدث عن إتاحة بشكل ما، أو إتاحة طلقة، أو إتاحة حرة، أو وصول حر لكل القوالب، أو وصول حر لمجموعة محددة وفق صلاحيات محددة، أو وصول بتطبيق التقنيات الحلول التقنيات التي فرضتها الأدوات الجديدة. يعني كنا في سيمينار من حوالي 20 يوم كنا بنتكلم عن تقنية الـ NTF كوسيلة من وسائل حفظ المحتوى الرقمي أو الأصول الرقمية، ومن الممكن تطبيقها خاصة فيما يتعلق به المخطوطات والمواد النادرة والكتب التي نحولها رقميا ونعتبر أنها ملكية خاصة بالنسبة للمؤسسات. وأنا أعرف أن يعني مكتبة العتبة هي في حد ذاتها تجمع بعض صفات المكتبة ومركز المعلومات والأرشيف ومركز المخطوطات أو بيت المخطوطات ولربما متحفا لمجموعة المواد النادرة. المنصات بهذا الشكل وبتواجد اللجنة معنا لابد أن يكون واضحا في أذهاننا أن هناك في المنطقة العربية تجارب رائدة لتطبيق وإطلاق مفهوم المنصات بهذا الشكل. لدينا تجارب في مصر، يعني أتحدث هنا عن بنك المعرفة وإن كان الجانب التعليمي يغلب عليه، أتحدث في السعودية المكتبة الرقمية السعودية وإن كان المؤدى الرئيسي لها هي مجموعة الجامعات السعودية، نتحدث حتى عن مكتبة العتبة العباسية في منصتها أو في دليل المجلات الخاصة بالعراق الشقيق، نتحدث عن مركز المعرفة الرقمي للمؤسسة التابعة لمؤسسة محمد بن راشد في دبي، نتحدث عن المستودعات الرقمية المؤسسية ومنها المستودع الرقمي لمكتبات الشارقة العامة وهكذا. إذن فنحن لدينا نماذج مضيئة، يبقى فقط أن
نجد خارطة طريق لإنفاذ التكامل وتوريث الخبرات وإيجاد شكل من أشكال التعاون في القولبة، في المعيارية، في توريث الخبرات، في دعم الكفاءات، في الإتاحة الطلقة. بالأمس القريب كنا نتحدث عن المحتوى الرقم العربي، وأنا أجد أن التحدي التقني المتمثل في الشات جي بي تي وأشقائه كمؤسسات ذاكرة وكمؤسسات معلومات، إنفاذ منصات المعرفة، حل منضبط للإتاحة والوصول ذا الوثوقية العالية. إذن نحن نتحدث عن تطبيق أساسي لمهمة مؤسسات الذاكرة والمتخصصين في مجال المعلومات. بروف عماد اتكلم عن الاستشراف والاستدامة، ولكن أنا لي يعني منحة مختلف شوية، أن منصات المعرفة تدعم ضرورة الاستشراف والاستدامة، الاستدامة فيما يتعلق بحفظ المواد، الاستدامة فيما يتعلق باستدامة الكيان نفسه وباستدامة التخصص وباستدامة السمت الإنساني في البحث عن المعرفة وتنظيمها وبثها لمن يحتاجها. وهنا هذا التطبيق المتكامل لمنصات المعرفة من الممكن أن يعطينا فرصة حقيقية للتنبؤ بسلوكيات المستفيدين. إذن عندما تطبق معاييرا أو مقاييسا محددة للاستفادة، فأنك ترصد مجموعة من سلوكيات البحث عن المعلومات، ثم من الممكن أن تخطط للتنبؤ بالسلوكيات القادمة. كل هذه الضرورات الأساسية ربما لا نلمح أهمية إنفاذ مثل هذه المنصات وضرورتها بهذا الشكل، ولكن أنا أتخيل أن الشكل الأنسب والأوثق لمهام مؤسسات الذاكرة أو لام كما ذكر بروف بشير، إن منصات المعرفة واحدة من الأشكال والقوالب المعرفية المهمة للغاية في مستقبل هذه المهنة. كل الشكر لمركز مكتبة العتبة العباسية على هذا المجهود، ويقينا نحن نقدر كل هذه المجهودات. كل الشكر للجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هذا الجهد وعلى هذا التواجد، ونحن على يقين بأن القادم أفضل. شكرا بروف بشير، شكرا بروف رندا، شكرا أستاذ حسنين، شكرا للحضور الكريم، وكنت سعيد جدا بهذه الدعوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور جبالله على المعلومات وبفتكر الخبرة الكبيرة اللي عندك إياها شاركنا فيها. إن شاء الله بيكون في عنا لقاءات تانية وأشمل وأوسع تناقش هالموضوع كله بالشرق الأوسط شمال أفريقيا، شو المشاريع اللي فينا نقوم فيها ونلعب دور فعال على البلاتفورم العالمي بموضوع المعلومات وتخزين المعلومات واللام يلي هو هلأ هيدي بأستراليا وبكندا كتير ماشيين فيها أكتر من دول باقية. مشكور كتير، تسلم. أستاذ حسنين الموسوي مدير مركز فهرسة ونظم المعلومات التابعة لمكتبة العتبة العباسية، هو المتحدث الثاني اللي عنا وما رح زيد الكلام. تفضل حسنين، المركز لك. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين وأصحابه المنتجبين. شكرا للدكتور عماد وست رندا والدكتور عماد جد الله على هذه المقدمة الرائعة. يعني دكتور عماد أخذ الجو ما شاء الله عليه بمعلوماته، وأنا سعيد جدا بلقائه بعد 8 سنوات من اللقاء الأول. كان لا أزيد على دكتور عماد حول قطاع لام، لكن إحنا في مركز فرس ونظم المعلومات، بالمناسبة بس أصحح العنوان، هو العنوان البوابة العراقية للمعرفة هو الموقع إن شاء الله. بالنسبة لا أزيد على الدكتور عماد بخصوص لام اللي هو يخص المكتبات ومراكز الأرشيف والمتاحف، لكن هو قطاع أنا برأيي مستدام وتجربة عراقية جديدة على البوابات العراقية، وكان التحدي الأكبر هو كيفية تطبيقها في العراق. مثل ما تعرفون العراق هو بلد الحضارة، فيه ماضي وفيه حاضر ويطمح للمستقبل. أيضا هنالك عدة أوعية
أو عدة مراكز للأرشيف أو عدة متاحف لا تجمعها موقع محدد. كانت الانطلاقة من 2018 دراسة جدوى. بعد أنا أشكر جدا الست غادة دمشق على رسالة الماجستير حول قطاع الإعلام والتطبيق في الوطن العربي، وكانت تأمل أنه يطبق في لبنان، وإن شاء الله يطبق في لبنان. كانت دراسة جدوى حول هذا الموضوع، واستمر العمل تقريبا 4 سنوات في جمع المواد وتصويرها وأرشفتها وفهرستها. اللي يميز هذا الموقع هو باب العراقي المعرفة أنه يعمل على المعايير العالمية للفهرس والتصنيف، أيضا يخص جميع المراكز والمؤسسات العراقية، يعطي بادرة من ماضي العراق وحاضر العراق ونحو مستقبل العراق. ماضي العراق هو التراث الآثاري أو الآثار الموجودة في العراق، وهذا موجود في المتاحف. وحاضر العراق هو عن الصور الفوتوغرافية، الطوابع البريدية، أيضا الرسائل الجامعية، أيضا المقالات في الجرائد والمجلات. والمستقبل هو الأطاريح الجامعية والمقالات والجرائد اللي تطرح في العراق. لا أطيل عليكم في هذا. الفكرة هي كانت مثل ما أزيد على الدكتور عماد في قطاع الإعلام، لكن إحنا الأول تجميع مصادر المعلومات المختلفة في موقع واحد وتكون متاحة للباحث بشكل عام على صيغة إلكترونية من خلال هذه البوابة، توحيد سياسات العمل في المؤسسات المشتركة بهذه البوابة، وإزالة الحواجز بين العاملين فيها، وتبادل الخبرات والتوفير في ميزانيتها. طبعا المشروع الانطلاق الأول هو مشروع حاليا مركز فهرس ونظم معلومات وجامعة الكفيل. جامعة الكفيل لديها مركز لإنشاء البرامجيات، وهذا إن شاء الله سوف يحول البرنامج من هذا البرنامج الموجود حاليا إلى البرنامج العراقي بيد عراقية إن شاء الله بعد شهرين قبل ما نروح لهولندا إن شاء الله بحوله تعالى. الموضوع الثالث هو توفير دخل إلى المصادر الإلكترونية بحيث تكون قابلة للبحث من خلال هذه البوابة أمام المستفيدين. لو لاحظنا هنا ما هي الفائدة من البرنامج؟ توفير خدمات النسخ الاحتياطية، الوصول، القدرة على القيام بالمهام والوصول للخدمة، قوائم هجائية. احنا مثل ما قلنا انه البوابة راحت المعايير العالمية من تطبيق قواعد RDA للفهرس والتصنيف وحول قالب مارك 21، فتوفر لنا هاي القوائم الهجائية للمؤلفين واسم موضوعات الناشرين وعناوين والسلاسل وكذا. عرض البيان التفصيلي بتسجيله في صيغة مارك عبر الفهرس العام، البحث باستخدام الأحالات السنادية وخاصة في المؤلفين موضوعات، إمكانية التحكم في شكل المخرجات، العرض الوصفي، عرض مارك. هناك شكلين للبطاقة يقدر الباحث العام يستفاد من عندها، والباحث المتخصص أيضا يستفاد من عندها. لو تلاحظون هذه النسب الموجودة اللي حاليا متوفرة في البوابة، قاربة 120,000 عنوان حاليا في من خلال 4 سنوات عمل أو 3 سنوات عمل. نأمل في 5 سنوات القادمة إن شاء الله نوصل إلى 500,000 عنوان. طبعاً يعني أغلب المواد هي من المواد العراقية، لا أقول ما أقول 100%، ولكن نقول نسبة 95% هي مواد عراقية من جرائد وكتب وخرائط ودوريات وطوابع، صور، تجزيات مرئية، مسكوكات، وثائق، مقالات المجلات، مقالات الجرائد، بحوث، مخطوطات. لو نروح على الموقع الأصلي هو البوابة العراقية للمعرفة. هذا شكل البوابة العراقية للمعرفة، يحتوي على 15 وعاء من الكتاب إلى التسجيل المرئية. لو ندخل على البحث الشكل الانسيابي للبوابة، هو راح يكون شوية الانترنت البحث هذا الشكل الانسيابي. لو تلاحظون الجهة اليمنى هو الأوعية،
أيضا المواضيع، أيضا المؤلفين بشكل قوائم منسدلة. لو نبحث هنا في كلمة العراق في البحث العام راح يطلع لنا كم كلمة عراق موجودة في البطاقات في الأوعية. لو تلاحظون عندنا 20,000 مقالة موجود بها كلمة العراق، 17,000 مقالة المجلات، كتب، رسائل جامعية، بحوث، طوابع، دوريات، كلها موجودة كلمة العراق فيها. لو خصصنا البحث للمتخصصين في الموضوع وكتبنا هنا بغداد، لاحظنا أنه القائمة قلت لأنه اختارنا الموضوع، وكان 217 مقالة لبغداد، 203 كتاب، جرائد 119، بحوث 73، صور فوتوغرافية، رسائل جامعية، طوابع، وهكذا. لو خصصنا البحث للمؤلفين وكتبنا لاحظنا كم 9 كتب للشاعر المعروف بدر شاكر السياب، 8 مقالات حوله في خصوص هذا الموضوع. أنا حبيت أنا أدخل البطاقة وبين لكم لو دخلنا على الطوابع البريدية نشوف شكل البطاقة. تلاحظون الصور على الجهة اليسرى من البوابة. لو دخلنا على مهرجان هذا شكل الطابع للمهرجان، وأيضا تطلع البطاقة بشكل اعتيادي هنا، ولو كان المتخصص يحب يعرضها على مارك هذا أيضا شكل مارك. أيضا البطاقات الأخرى نفس الترتيب، أنه يكون شكل البطاقة على شكلين، شكل متخصص وشكل اعتيادي، الباحث الاعتيادي. أيضا طلب للبطاقة كل ما موجود في هذا، لو لاحظ الوثائق كلها متاحة، وكل ما موجود في هذه البوابة هو مواد إلكترونية محفوظة لدينا. الجزء الثاني من المشروع أو البوابة هو دخول المراكز والمكتبات والمتاحف في المشروع. الآن إحنا نعتمد فقط على ما مخزون أو ما موجود في مركز فرص ونظم المعلومات. إن شاء الله بعد الانطلاق راح نفتح المؤسسات في الدخول في البوابة لعرض الأرشيف أو الكتب أو الآثار الموجودة في العراق في هذه البوابة. وإن شاء الله إحنا أجرينا كتب رسمية في هذا الخصوص، وراح يكون يعني هواي مؤسسات حبت أنه شارك وتدخل في هذا الموضوع. طلب هذه المادة هو يكون عن طريق هذه الإيكونة. لو تطلبون المادة راح تطلع لكم رسالة أنه يمنح الباحث 5 أطاريح أو كتب أسبوعياً، يمنح الباحث 20 عدد من الجرائد أسبوعياً، يمنح الباحث 2 عدد من المجلات أسبوعياً، يمنح الباحث عدد مفتوح من المقالات أسبوعياً، ويملي هذه الاستمارة ويعبيها ويرسلها رأساً، راح تجينا على الإيميل إن شاء الله، وإحنا على الإيميل هذا الموجود، وإحنا راح نلبي إن شاء الله الطلب مالته. البوابة هي بوابة عراقية خالصة، لها قيمة معنوية لأنها بأيدي عراقية، وأيضا لها قيمة عالية لأنه العراق بلد الحضارة وبلد الآثار. وأنا أشكر مرة ثانية الدكتور عماد بشير وست رندا والدكتور عماد جد الله
على هذا التقديم الرائع، وإن شاء الله لجنة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دوم التوفيق، وشكرا على هذا اللقاء. شكرا دكتور. حسينين، ما فينا نقول لك إلا بالتوفيق إن شاء الله. عن جد مجهود كبير نعمل. أنا متشوقة أسمع هالمشاريع الكبيرة كمان بدول عربية أخرى وشرق أفريقيا كمان، كلنا نصير نشتغل نتعلم من بعضنا من خبرات بعضنا وأعمال بعضنا، ونصير أكيد نعمل شبكة إن شاء الله بدولنا، كلنا نصير مجموعة متضامنة وعم تشتغل سوا. هلأ بدي أسأل إذا في، لأنه ما عندي أسئلة على الـ على الـ على الكيو ان اي ولا على الشات بوكس. فيني إذا فيني أعمل مداخلة أنا بسيطة بعدين في مجموعة أسئلة بتشوفيهم. أكيد. الحقيقة يعني هذا المشروع هناك مجموعة يعني من الخصائص التي لابد من الإشارة إليها على مستوى جمع مختلف أوعية المعلومات يعني وخصوصياتها في مكان واحد، لدرجة أنه يمكن مع الربط بينها، يعني أن أربط بين وثيقة مكتوبة وبين طابع وبين صورة وبين مخطوطة في مكان واحد وفي حيز واحد، هذا أمر يغني البحث العلمي والتاريخي بشكل أساسي. طبعا في البلدان العربية مثل ما قال الدكتور حماد قبل سابقا، في البلدان العربية مشاريع عدة تناولت يعني تنظيم المعرفة العربية من خلال بوابات ومنصات بعدد كبير من الدول العربية، وهناك مؤسسات يعني خاصة أطلقت مشاريع، وبالأمس نحن كان في أطلق منصة لمجتمع المعرفة العربي بعتقد لها علاقة بالفارس العربي الموحد، أيضا كان من المشاريع العملاقة مثل المشروع اللي عم نحكي عنه البوابة العراقية للمعرفة اللي بالتأكيد سينمو مع الوقت، يعني خصوصا إذا كان الإشراف عليه من متخصصين وعارفين بالمجال ومدركين لأهمية هذا العمل. أهم يعني النقطة الثانية اللي فيني أشير إلى إنه هذه البوابة العراقية للمعرفة بوابة مفتوحة، يعني بقول بوابة يعني بورتل يعني مفتوحة، يعني تعمل في إطار الأوبن أكسس أو الوصول المفتوح قدر الإمكان. هذه كان يمكن يضاف عليها، وأكيد في أسئلة لها علاقة بهالموضوع لأنه هذا أمر أساسي ومهم أن تجتمع كل المعرفة المرتبطة بالعراق في مكان واحد، ومع إتاحة مع الوصول المتاح بسرعة ومن خلال نظام استرجاع قادر وقوي ومضمون يعني لناحية العمل التوثيقي فيه. بس حبيت أضيف لعلمتين، وأنا أتمنى إذا في مداخلات من الجمهور أو أسئلة تفضلوا. نعم. والإدارة الموضوع عندك رندا لو سمحت. نعم. خلال مداخلتك سوري، أنا في سؤال محطوط على تشات، بعتذر من الأستاذة ليلى ياحي بس هلأ تنتبهت للسؤال. أول شيء افتكر نوعا ما أنت جاوبت على أول شيء من السؤال، هل هناك إتاحة حرة لمضمون البوابة؟ بفتكر السؤال لحسنين. وما هي البرامج المستعملة لإنشائها؟ وشكرا. شكرا على هذا السؤال. البوابة كلها متاحة للمستفيد، اي شيء يطلبه بس بقواعد حسب الرسائل الموجودة للطلب، واحنا نلبي اي شيء موجود. مثل ما قلت لكم انه البوابة كلها موجودة لدينا الكترونيا، هذا بهذا الخصوص. البرامج المتاحة حاليا احنا نعمل على اللايف راي ان شاء الله بعد شهرين، يعني صار فد سنتين يعملون على برنامج متطور يطبق قواعد الار دي اي، وايضا يعمل على قالب مارك 21، ومستقبلا على البيب فريم ان شاء الله، وهو من صنع مركز الكفيل التابع لجامعه الكفيل ان شاء الله. في عندنا سؤال كمان لك حسنا، هل البوابه متاحه للباحثين العراقيين فقط ام لجميع الباحثين العرب؟ هيدا من استاذه شيماء ابراهيم. البوابة مفتاحة لكل العالم، لأنه هاي بوابة عراقية وموادها عراقية ومتاحة لكل من يطلب شيء منها إن شاء الله. نعم. الزميلة هاجر زين تسأل، في مشروع أجنبي اسمه هرمز وعاملين برنامج Document Delivery Service بين المكتبات حول العالم،
وعم يبحثوا عن شركاء عرب لتطوير عملهم بالعالم، هل ممكن تكون الخطوات الجاية نحو العالمية؟ بكل تأكيد، بس احنا نبدي بالعراق. ضروري ضروري اشارك المؤسسات العراقية اولا ثم انطلق للعالمية. هو المشروع لتنمية الوعي المؤسسات العراقية ثم ننطلق للعالمية ان شاء الله. رندا إذا فيني أحكي بس عن مشروع هيرمس شوي اللي أشارت له هاجر. هيرمس هو مشروع لتبادل الوثائق، يعني الدوكيمنت ديليفري بين المكتبات الجامعية والعامة وعلى اختلافها، وهو كان في انطلاقة له قريبة جدا وفي إسهام من جامعات ومكتبات جامعية بلبنان، وأعتقد أنه سيستخدم على شكل واسع لتبادل الوثائق والمقالات والدراسات بين المكتبات الجامعية بشكل خاص. بالتأكيد يمكن للبوابة العراقية للمعرفة، وأنا كلامي للسيد حسنين هلا، أن يكون يعني ضمن أن يكون ضمن المجموعة التي تتيح وثائق لمن يطلب من ضمن مجموعة هيرمس يعني. وبعتقد هذا المشروع يجب أن يتم تطويره على مستوى العالم العربي، وغالبية المكتبات الجامعية تدخل فيه، لأنه أوقات كثير يعني تحتاج مكتبة إلى مقالة أو مرجع غير موجود لديها، فيمكن طلبه من خلال الهيرمس، واللي عنده إياه بيتم يعني يقوم بالإجابة عن الموضوع. ربما يكون لنا نشاط كلجنة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا محاضرة عن هيرمس قريبا، يعني بلبنان كان في محاضرة عنه الشهر الماضي، مشروع كبير يعني. عفوا زلندا، تعقيبا على كلام دكتور عماد، انا قدمت مشروع في 2019 كان للاتحاد العربي للمكتبات حول الملف اسناد المؤلفين العرب، وكان دراسه جدوى وكامل المشروع قدمته، يعني ما شاء كان استجابه للمشروع، بعدين ما عرف وين صار المشروع. فاكو مشاريع أكون انطلاقات، بس إرادة لها أنه تعاون بين الفرق. بلي تفضل. أوكي. أستاذ حسن علي، أنا مش نسيتك بس عندك مداخلة إذا فيني أتركها شوي بعد الأسئلة. في سؤال من سلمان جودي، ما الأدوات التي استخدمت في التحليل الموضوعي لجميع الأوعية والمخزنة في البوابة؟ مخزنة في البوابة. مخزنة. مخزنة في البوابة. التحليل الموضوعي مخزنة في البوابة. التحليل الموضوعي هو كان حسب قواعد خاصة بمركز فرص ونظم معلومات. تدون مركز فرص ونظم معلومات تأسس 2008 وإحنا سنة 2023، عنده مكنس خاص به وعنده موضوعات خاصة بها، وأيضا عنده فريق تحليلي للموضوعات متخصص بجميع. اللطيف في أنه في مركز فرص ونظم معلومات لم يعتمد فقط على الاختصاص المكتبات، اعتمد بس على جميع الاختصاصات من أجل استخراج الموضوع الأخص فيها. يعني لدينا القانون، لدينا الآداب، لدينا الهندسة، لدينا الطب، لدينا الهندسات بجميع أنواعها، فيكون الموضوع أكثر تخصصا وساغ للجميع. بل تفضل. دكتور حسن علي، رح أعطيك الكلام هلأ إذا بتحب تطرح السؤال. أهلا وسهلا فيك، أو المداخلة بعتذر. شكرا أستاذ رندا، سمعيني الآن؟ نعم. شكرا جزيلا زميلي، وأبارك زميلي حسنين، نعرفه منذ مدة ونشكره على اجتهاده وعلى مثابرته، وهذه إن شاء الله أحد ثمرات هذا المجهود. ونشكر الدكتور عماد راندا وضيفكم على ما تم تقديمه، تحقيقة من موضوع رائد وشائك، وهو التقارب الذي سمحت به التقنية فعليا كما شفنا من المشروع هذا في شكلها الآن. هو مشروع جانب كبير منها تقني، أسمحت به تقنية المعلومات في التقارب بين قطاعات حفظ التراث، قطعات التراث إضافة تدخل شوية لما تم تقديمه من أن الحدود بيناتهم هولامية. تحت الأمر الحدود بينهم هي حدود توقيفية،
يعني لا شيء يمنع مكتبة أنها تحتوي على مجموعة متحفية ومجموعة أرشيفية وهو موجود كثيرا ونعرفه متوفر بكثرة، ولا شيء يمنع المتحف أن يحتوي على مخطوطات، ولا شيء يمنع الأرشيف. الأرشيف التاريخي فعليا هو أقرب المكتبة منها للأرشيف الجاري واللي يستخدم في مسألة الحجة الإدارية والحجة القضائية. إذن فعليا حتى عملية الفصل اللي ظهرت بكثرة في القرن العشرين بسبب تطور التخصص، واللي كان كما فكرة طاغية اللي كلما تخصصنا كلما تمكننا أن نتطور أكثر المايكرو ومايكرو ديسبلين، وتم هذه تمت التجزئة، لكن فقدنا النظر العام للمعرفة. حاولنا نسترجعها في 2000 في القرن 21 ومن خلال إمكانيات التقنية المتاحة. إذن فعليا معنا هذا الترند كما ذكرت زميلتنا رندا فيما يخص كندا والأستراليا، تم شوية الشغل قد يكون أوضح على هذه المستويات، حتى نشوف المؤسسة الكبيرة هي مكتبة وطنية والأرشيف الكندي، وليست هناك أرشيف وطني ومكتبة وطنية، هناك مؤسسة واحدة، وهذه تعني اللي هم واعين جدا بالتقارب والتداخل وبين أهمية هذه الوثائق. الحلم هذا متاع التقارب في حقيقة أمرهم القرن 19، وكان مع الحلم البلجيكي الأول، فإن إيجاد هو الحصر الكامل للمعرفة البشرية وعملية الكنترول ببليوغرافيك يونيفرسال أصلا. وبعد تالي تبعدنا عليه، عودنا نرجع لنا من خلال التقنية، من خلال التقنية، وهو يمكن أن نتخيله مدى، وذكر قد أشاروها الدكتور عماد، مدى ما مدى الثراء أو مدى النقلة المعرفية التي ستقع لو أن الباحث وهو يبحث عن موضوع يجد الكتاب المطبوع، يجد المقالة، يجد الوثيقة الأرشيفية اللي جايتنا مثلاً ما نعرفش من دائرة التوقيف، أو جايتنا من وزارة الداخلية، أو جايتنا كذا، كما أن يجد يجد الشيء المتحفي اللي هو يثبت الموضوع نفسه. لو أن هذا كله فعلياً متاح للباحث في وقت قصير ويتحصل على المعلومات هذه، يمكن تخيلوا إلى طريقة الربط ما يمكن أن ينتج عليه معناها من أبحاث ومن تطورات ومن صورة عميقة وصورة كاملة لموضوع، تناول الموضوع بشكل كامل من جميع المناحي. لو أخذنا مثلاً الحرب العالمية الثانية في تونس، أو الحرب العالمية الثانية في لبنان، وتمكن الباحث يوجد كل هذه المصادر في لحظة واحدة وهو يبحث، ما يمكن أنه ينتج عليه من. ولذلك معناها نحن بشدة معناها ننادي، لدينا مشروع قد يكون ضايع للأسف في آخر عمل لجنتنا، وإن شاء الله أنا راح نكون طرف فيه، وهو مشروع حالي موجود في تونس، اللي هو مشروع متحف التراث المكتوب. حقيقة لأنه مقاربة أخرى، مش وليس مجالها الآن يكون احتفالنا بالبوابة في المعرفة العراقية، لأن هذا نحطوه قد يكون، وأنا حتى ومشيني في اللجنة القادمة، قد يكون لنا فرصة أن نتعرف على هذا المشروع، أن نتصور فيه كثير من الإضافة وكثير من، لأنه نصوص مختارة 800 نص ونستغلوا عليه شغل دقيق جدا. ما لاحظت فقط بعض الملاحظات بالرغم من جمالية العمل ومن حسن النوايا في المشروع، إلا أني لاحظت طغيان دور الموثق والمكتبي على دور الأرشيفي والمتحفي في العمل اللي خرج من عند مكتبة العتبة العباسية. صحيح طموحهم وإعلانهم وقبولهم للآخر من المتخصصين، لكن يمكن نحس حتى لما نتكلموا فقط نتكلموا RDA، نتكلموا بيب فريم، نتكلموا نحس عدم وجود الأيساد، عدم وجود CDFCOM، وهو في اقتضاء المعيار متحفي ويتجاوز حتى البيب فريم، وهو مبني على النموذج Oriented Objective. نحس فعليا كأن المشاركة محتشمة شوية لهذه القطاعات، تفعيل أعطاهم دور أكبر، وبالفعل يكونوا بارتنر في مثل هذه المشاريع ليضمن لها الاستدامة والإقبال. كما أني مثلا لاحظت طريقة العرض أقرب منها للمكتبة، لبوابة المكتبة، لأن فعليا نعرف اللي الوثائق الأرشيفية وخاصة الوثائق المتحفية تتطلب معناها نقول إحنا إيديتور، معناها 3 dimensional، معناها فعليا هي أوبجكت تكون ثلاثية الأبعاد وفعليا نشوفوها وتكون لها عرض. والوثائق الأرشيفية كذلك عندها خصوصية في طريقة العرض بتاعها، في طريقة الإبحار داخلها واستخدامها، وأنا بطبيعة الحال هو إطلاق. لذلك معناها أن ملاحظتي موجهة للإخوة القائمين للزميل حسنين أنهم يطوروا هالجانب هذا، إضافة للجانب التوثيقي المكتبي اللي هو ممتاز عندهم وجيد، وكما شفناه لا 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 غبار على ذلك. آخر شيء وبسبب عجالة وتعذروني على الإطالة، مشروع مجتمع إدارة المعرفة العربي هو في حق الأبر
وإن شاء الله هو مشروع متكامل جدا مع مثل هذه المشاريع، هو يخدم قطاع إدارة المعرفة، بمعنى يخدم المتحفي والأرشيفي والمكتبي من ناحية المهنية، من ناحية البروفيشنال، ومن ناحية تقارب المعايير، ومن ناحية أن نحاول فعليا أن نقدم دعم فني ونقدم إحاطة كاملة لكل المختصين من هالوجهة النظر فعليا، وليس المادة الأساسية، ليس البرايمري دوكيمنت، ففعليا نشتغل على السكندري والثيرد دوكيمنت كبوابة، وبذلك معناها فإن شاء الله يجو منا كل الدعم على مستوى هذه البوابة، من ناحية لوحدة في أي حاجة فيما يخص المعيارية، فيما يخص التكامل، فيما يخص السوفت وير يمكن تخدم هذه المشاريع. والمشروع هذا فعليا هو مشروع شقيق لفيرس عربي الموحد، ويحظى برعايه شركه نسيج للتقنيه، وان شاء الله باذن الله ان شاء الله حتى المشروع هذا لو ان اتيحت لنا الفرصه كذلك يقدم من خلال الافلا، لما لا. ومشكورين وشكرا جزيلا انكم اتيحتوا لي هذه الكلمه، ونتمنى ان شاء الله لكل مشروع العتبه كل النجاح والتوفيق، والاخ حسنين وانهم ياخذوا شويه بهالملاحظه البسيطه اللي قدمناها، وشكرا جزيلا. الصوت دكتورة راندو. السؤال هو: هل هناك تنسيق مع المكتبة الوطنية العراقية وأقسام المعلومات والمكتبات العراقية، ومن هم خبراء الفهرسة العاملين بالمشروع؟ أستاذ حسنين. الست رندا، عفوا، من طرح السؤال؟ الاستاذ حيدر ابو هلالي. حيدر ابو اي، التعاون مع المكتبه الوطنيه، احنا في صدد عمل مذكره تفاهم معهم ان شاء الله، في صدد الكتابه مراكز معلومات او اقسام المكتبات والمعلومات في العراق. لدينا علاقه طيبه معهم وتواصل مع جميع الدكاتره والاساتذه. المؤسسات ان شاء الله مثل ما نوهت سابقا انه احنا فاتحنا لحد الان 10 مؤسسات ولاقت القبول في الدخول في البوابه، وان شاء الله راح نعمل على هذا الشيء. من هم العاملين؟ هم شباب طموح يعملون في مركز فهرسة ونظم معلومات، لديهم الخبرات العملية، ما أقول 100%، لكن هم طموحين في استخلاص العمل، هذا اللي أقدر أقوله. هم إن شاء الله يظهرون في المؤتمرات، في الندوات بشكل خاص إن شاء الله. سؤال تاني لألك: ما مدى إمكانية دخول الباحثين على المنصة؟ يتطلب تسجيل أو فقط دخول مباشر؟ لا، دخول مباشر المنصة، دخول مباشر. أوكي. أي تسجيل ما يحتاج. نعم. في عنا، بعتذر، هذا السؤال كان من الزميل مروان عبد الرزاق. في عنا سؤال من حسين الخزعلي: هل هناك فهرس خاص بالمواد المتحفية، وهل هي متاحة، وهل لديكم متحف خاص بها؟ بالمناسبة حسين الخزعلي واحد من المفهرسين. طبعا أسأل سؤال، حط السؤال، هو أنا عارفة هو، بس حط السؤال، ما فيني أقطع حدا من الكلام. نعم، هناك متحف خاص بالعتبة العباسية، في آلاف أو مئات الآلاف من التحف والآثار الخاصة في العتبة، وإحنا في صدد فهرستها إن شاء الله. في سؤال بفتكر من شامل إبراهيم، بفتكر نوعا ما جاوبت على السؤال. نعم. التسجيل والاشتراك بالبوابة مجانا للجميع. أكيد. الخدمة مجانية. أكيد. وهل يوجد خطوات وشروط للتسجيل، أم مجرد تسجيل اسم والإيميل وملء بعض البيانات؟ بفتكر جوابت هذا السؤال. فقط في حالة طلب المادة كل يوم الاستمارة فقط. نعم. أوكي. حسين عم بيقول إنه هذا السؤال للتعريف بمقتنيات التي لدينا بالفعل. مشكور كتير حسين.
بالهيئة يبدو أنه ما بقى في عنا أسئلة، أكيد على تشات بتلاحظوا أنه في كتير. تشكرات لكم وللجميع، وأنا كمان بحب أتشكر للجميع الحضور والوقت اللي أعطيتونا إياه. دكتورة دخلة بسيطة معذرتنا. نعم تفضل دكتور جاب الله. طبعا كل الشكر والتقدير لكل الناس اللي تدخلت، وما شاء الله يعني شايف ملامح الحماس موجودة. أستاذنا العزيز الأستاذ حسن أطلق مقولة التكامل المعرفي والتقارب التقني، وهي لها من التواجد نصيب في منصة اليوم. لكن في الحقيقة يعني أنا يعني الجميع بصورة أو بأخرى اندمج في مثل هذه المشاريع ويعرف حقيقة التحديات التي من الممكن أن تواجه فريق العمل على مستوى أيقون واحد، يعني مش على مستوى التصميم. وطبعا أنا شفت المنصة هي لسه بيتا، فلسه عندما تدشن. النصيحة الأساسية في هذا المجال: هذا عمل جيد، هذا عمل واعد، التكامل، الاندماج، التعاون، القياس، التطوير. إن لم يكن هناك فيس كل سنة أو كل 6 شهور أو تطوير أو إضافة محددة لمثل هذه المشاريع فسوف تتلاشى. نحن قلنا أن مثل هذه المنصات هي الملاذ الآمن للموجة العاتية من التقنية فيما يتعلق به نحن. فإذن التطوير هنا واجب. التطوير يعني أستاذ حسن، جودة الصور المرفقة ببطاقات الوصف الببليوغرافي تنبئ بأن هناك مجهود شديد وقوي للغاية في عمليات يعني اعتبار المقتنيات المتحفية والمقتنيات الأرشفية والوثائقية. يقينا أن هناك صورة ما وتصور ما لقدر التكامل والاكتمال الموصوف أو المنظور لهذه المنصة. مرة تانية شكرا لكل المتداخلين، شكرا أستاذ حسنين وكل منسوب المركز وكل منسوب المكتبة وكل منسوب الجامعة. ما يميز هذا المشروع أنه ميداني الوجهة، أكاديمي الطابع، لأن فيه شراكات أكاديمية كثيرة. وإن شاء الله كل التوفيق، وشكرا لهذه الدعوة الكريمة. أنا بعتذر كان بدي أسكر الجلسة، بس يبدو الناس كتير متفاعلة مع هالموضوع. في عنا سؤال، هو عنده طلب أكيد مرة تانية من الزميلة ليلى، عند الطلب هل يتم بعث الوثيقة وكيف تتم الإيحاء إتاحة سوري؟ نعم ست رندا، عندما يملي الاستمارة راح تجينا على إيميل، وإن شاء الله نبعث له أي شيء، الوثيقة وأي غرض هو طالبه راح نبعث لها على إيميل إن شاء الله. وقريبا راح نعلن عن رقم تليجرام أيضا، لما تقدر تواصل على تليجرام. يعني حسنان عفوا، بس خليني واضح، يعني أصدق لما الوثيقة ما بتكون متاحة بشكل نص كامل يمكن لكم تزويد المستفيد بهذه الوثيقة بعد ملء الطلب، هذا المقصود. دكتور احنا اي شيء عارضي كله متاح. اوكي. منتح في شيء اذا من يعني من نعرض في شيء اذا مو متاح. لا مش قصدي متاح بنص كامل، انه اذا متاح بنص كامل هو سيحصل على الوثيقة مباشرة. اكيد اكيد. لا يجوز يريده بدقة عالية او يريده في ريزولوشن يعني. ايه صحيح. صحيح. اوكي. ان شاء الله. أوكي. صحيح. مش ممكن يمرق حدث هالايام الا ما ينسال سؤال من هالنوع من الزميل محمد التميمي، بعتذر ان شاء الله اكون لفظت الاسم مزبوط. هل يوجد ادوات الذكاء الاصطناعي مستخدمه في المشروع؟ في ذكاء انساني. ذكاء انساني حاليا. ذكاء انساني اكيد. ان شاء الله يعني هو احنا نبحث عن الجديد. نعم. مركز فرصة قلت ليش مجموعة الشباب طموح، نبحث عن جديد، بس إذا كان يعارض مع البوابة ما نستخدمه، إذا كان لا ما يعارض مع البوابة لا إن شاء الله نستخدمه. وكمان سأل سؤال تاني، وهل يوجد الحقوق الفكرية في المشروع بين الطرف الأول والطرف الثاني؟ الطرف الأول هو العتبة والطرف الثاني هو الباحث. إحنا أي شيء عارضي ماخذين إجراءات الحقوق الفكرية له، فما عندنا شيء انه مخالف للقانون. اوكي. وفي عندنا كمان من استاذ حيدر ابو هلالي، هل هناك تنسيق مع مشروعات الفهرس العربيه الاقدم؟
يعني احنا الفهرس العربية احنا قاعد نشوف المواقع، خلينا نحكي عن المواقع العراقية كلها مواقع يا اما كتب يا اما مجلات يا اما اطارح جامعية. احنا هذا مشروعنا مشروع جامع لكل هذه الامور، فما عنده مشكلة نشارك اي جهة اذا كانت لديها مادة الكترونية. بعتقد وصلنا لاخر الويبينار، وخاصة لانه بفتكر صار وقت اللي عطونا اياه الإفلا هو وقت محدد. انا بقول شكرا للجميع. رح اترك الكلام الاخير لدكتور بشير، مثل العادي هو بيختتم الجلسة. لا طبعا شكرا لك اولا واخيرا رندا على حسن الإدارة وعلى حسن الاهتمام والتدبير لإنجاح هذا اللقاء. بس علي صح شكراً شكراً, 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 شكراً للدكتور عماد قابل على مساهمته، للسيد حسنين على العرض الواضح والقيم، وأيضاً شكراً لمداخلة الزميل حسن علي هو عضو بلجنة إفلا للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونبارك له أيضاً إطلاق منصة المجتمع المعرفة العربي التي تم إطلاقها من يومين يعني، وهو على رأس هذه المنصة. وأرحب بالجميع وشكرا لحضور الجميع من كل البلدان العربية والزملاء والزميلات في مجال المكتبات والمعلومات، وإن شاء الله مشروع واعد وكل التقنيات والمقاييس العالمية ستفرض نفسها لناحية الاستخدام مع تطور المشروع، سواء كانت على المستوى الأرشيفي أو على المستوى المكتبي يعني أو على المستوى الوثائقي، لأنه بالنهاية صار في تكامل بين كل المقاييس، وأكيد بكرة حنشوف نحن مقاييس مستخدمة غير المقاييس المستخدمة بالكتب فقط، أكيد حيكون في لوثائق ولمنحوتات ولطوابع ولصور. نتمنى التوفيق لهذا المشروع، وشكرا لحضوركم ولوقتكم، وتصبحون على خير. أهلا وسهلا فيك. شكرا دكتور، شكرا. السلام عليكم. مع السلامه. بس في عندي موضوع بدي زيده بالشات بوكس، يا ريت تنضلوا على اطلاع مشاريع الميدل ايست اند نورث افريكا ريجنال ديفيجن بإفلا، في عندهم ليست سيرف، ارجو انه تدخلوا على هالموقع وتتسجلوا تيصير يوصلكم ابديتس عن كل المشاريع اللي عم بتقوم فيها المينا ريجنال ديفيجن. فيهم يزوروا صفحة المينا على الموقع. نعم. كمان. So, اللينك موجود بالشات هلأ. فيكم تتسجلوا باللسترف تبع المينا ريجينا ديفيجن. ومشكورين مرة أخرى. Thank you very much. وأمسي سعيدة. Thank you very much. السلام.